أيها السادة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فكل فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى بسم الله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى قد سلطان الغب إلى فرعون إنه
سأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى إن في ذلك لعبرة عبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم والأرض بعد ذلك
دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت الذي خلقك فسواك فعدلك إذا السماء بسم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
والله وأخرجت الأرض أنقابها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض قل هو الله أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
صدق الله العظيم. الفاتحة. عشتم أيها السادة مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين السلف القارئ والمقيم بالسروهي كان معكم وبتوفيق من عند الله اقوى مكبرات صوت عالمية ومدينة انوار كهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقلة يطلب ويوجد في الحال محلات المتوكل على الله احمد وجيش عبيد المحل الاول بقصر الخضراء. ايها السادة شكر الله سعيكم جميعا.